هذا وقال السيد خالد علي عبد العزيز المدير التنفيذي للمستحقات التأمينية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، قال إن أحد أهم الشروط للاستفادة من ضم الخدمة السابقة وفق برنامج خطوة أن تكون المدة المراد ضمها قد قضيت في مزاولة العمل بعد بلوغ مقدم الطلب سن 18 عاما. طبعا من أهم الشروط واللوائح اللي تؤخذ في الاعتبار عند تقديم الطلبات طبعا أن تكون المدة المطلوب ضمها قد قضيت في مزاولة العمل بعد بلوغ سن 18 سنة، كذلك أن لا يكون هناك تداخل بين المدة المطلوب ضمها والمدد الفعلية المسجلة للمؤمن عليه في أنظمة التقاعد، وأخيرا وهو عندما تكون إفادة ممارسة النشاط المنزلي للمدة المطلوب ضمها بناء على وجود تصريح أو سجل قيد فعال أثناء تلك المدة، يتطلب على الشخص الذي يتقدم بالإفادة أن يكون لديه رخصة وتصريح لتسجيل قيد فعال للمنزل المنتج خلال هذه الفترة، وذلك لقبول الطلب وفق للإجراءات المتبعة طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2014.